أشاد نائب رئيس مجلس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معتيق في تصريح في مجلس الأمة بدور دولة الكويت وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في دعم واستقرار ليبيا والحرص على إنهاء المعارك فيها ومنع التشتت وكل التدخلات الأجنبية. كنا الصباح اليوم عند سمو الأمير، كان لقاء كثير يحمل كثير من الود والمشاعر الطيبة للشعب الليبي وحرصه على استقرار ليبيا ونزع فتيل المعارك. شرحنا له ما حصل من اعتداء على العاصمة طرابلس وقوات هاجمة العاصمة يوم 4/4، وأملنا في أن تكون الكويت دائما بيت حكمة وقادرة على أن تعيد الأشياء إلى نصابها. سمو الأمير حرصه كان شديد وبالغ على إنهاء المعارك وأن يذهب الليبيين إلى حكومة ومجلس وقادرين كدولة ليبية على خلق تنمية وبناء وإنهاء هذا التشتت.